عافية الحال بزاف على داكشي اللي وقعت صاحبي. اختي صاب وانت مازال صغير، مازال يلا كتكتشف في الحياة، ويغتصبك وحش آدمي بكل وحشية. كيفاش غادي يعيش وكيفاش غادي يستمر في الحياة وكيفاش غادي يشوف المجتمع؟ حنا بيدينا كنخلقوا مجرمين قتالة، وفي الاخير كنقولوا تفو مجرم خاصو يموت خاصو الاعدام. بقيت مغددة للأستاذ الفرنسي، واصلا معنا ما كنحملوش. ديك الليله نعست متاخر بزاف، وبقى في الدري عشيري. في الصباح غادي يجيو عندي الدراري صحابي كاملين للدار، صونوا عليا طليت عليهم عرفتهم كاع ما جايبين خبر زوين، حيت من وجههم كيبانو كاعين. نزلت عندهم وقالوا لي بلي امين راه مات وراه انتحر. تصدمت الخوت، تصدمت بزاف. يلا غير البارح كان عندي وكيعاود لي شنو وقع ليه. كنت عارف بلي هادشي غادي يدوز عليه صعيب، ولكن توصل لدرجة انه ينتحر، دونك الاغتصاب شي حاجة خايبة بزاف. مشينا كاملين للدار عندهم، لقينا كلشي كيبكي والاجواء خايبة بزاف. واللي صدمني اكثر هو انني لقيت الاستاذ ديال الفرنسية. مكرهتش ديك الساعة نمشي نشنق عليه ونقتلو، ولكن بقيت متحكم في راسي. مشينا عندو سلمنا عليه، قلت ليه استاذ كنتي عزيز عليه، وكان ديما كيقول لي يا أستاذ ديال الفرنسية الله يعمرها دار، وعمرو غادي أديني، وديما مسكين كيتهلا فيا وكيعطيني النقاط وباغيني ننجح، وكيخاف على المصلحة ديالي، وما كيبغينيش نمشي مع الشماكرية وكيبغيني نقرا. عرفتي أستاذ شنو كان كيقول ليا؟ كان كيقول ليا بلي الأستاذ ديال الفرنسية كنعتبرو بحال الوالد ديالي. الله يرحمه مسكين. أستاذ ديال الفرنسية بقى مزير، كلمة ما قدرش يقولها من فمه. دازت يومين من بعد وفاة ديال صاحبنا، مشينا للمدرسة، والحصة ديال الصباح عندنا عند مول الفرنسية، وبقينا كنتسناو والو ما جاش. نقدر نقول لكم بلي أنا الوحيد اللي عرفو علاش ما جاش، حيت قتلتو. غد لي من بعد الواقعة، عيطت للأستاذ وقلت ليه عافاك أستاذ خاص تراجع معايا، بغيت نركز في القراية ديالي، حيت تأثرت بزاف بالموت ديال صاحبي، وبغيت ندير شي حاجة في حياتي، وبغيتك تساعدني. دير معايا السوايع. قال لي شنو نقول لك اولدي؟ مزيان الله يسر لك، ولكن الصباح والعشيه راه ما غاديش نقدر نكون حيت يكونوا مالين الدار. مازال في العشيه غادي يمشيو عند النساء وغادي نبقى بوحدي، ولكن حتى بالليل وقيلا ما تقدرش. قلت لي لا نقدر اصلا انا ساكنه بوحدي. خديت واحد الفانيد ديال الوالده، كانت كتشربو مسكينه ملي كتبغي تكالمو وتنعس. هاد الفانيد غير كانت كتشربو كانت كطيح دوده. مشيت حسنت، حيت شعري كامل، ضربت الواحد، رجعت للدار ودوشت مزيان. المعلومات كلها اللي طبقت من القتل المأجورين بديت كنطبق فيها بالحرف الواحد. كنت عارف بلي الأستاذ الفرنسية بيدوفيل، يعني كيتشهد دراري الصغار. داكشي علاش لعبت دور مزيان، وقلت غادي ندير راسي دمدومة، وأهم حاجة نخليه يتيق بلي غادي نكون لقمة سهلة عنده وما غاديش نقاوم. أشهر القتلة المأجورين كان عندهم دم بارد، وكانوا كيتسموا بالهدوء. وجدت كلشي، مشيت عند الأستاذ لقيته كيتسنى وفرحان، موجد العصير موجد أي حاجة. أول حاجة تأكدت منها هي أنه يكون داير كاميرا في الدخلة ديال الباب. ملي تأكدت ما كاين والو بديت كنصرف بحرية. واحد اللحظة بدينا كنقراو، كيراجع معايا بحال شي واحد بعقلو، ولكن كل مرة كيجي يتقرب مني. واحد اللحظة قلت لي راه فيه الجوع، الموت ديال الجوع، غادي نخرج نجيب من ناكل. قال لي لا ما عندك فين تمشي، كلشي موجود. قال لي انا نوجد لك شي حاجه. مشى للكوزينه، خويت انا العصير كاس ليا وكاس ليه، الكاس ديالو درت فيه داك الفانيد. من بعد ما دقيتو مزيان حركت الكاس مزيان، نقدر نقول لكم بلي درت لي شي 4 فانيدات جرعه زائده. ملي جاب الماكله جمعت الكتوبه كاملين. قال لي شنو كدير؟ قلت لي شوف ما كنقدرش نخدم والماكله حدايا، نشربوا هادشي وناكلوا هادشي ونحيدوه، وديك الساعه نركزوا مزيان. والله يرحم لك الوالدين استاذ، شكرا بزاف حيت فتحتي لي بابك وبغيتي تعاوني وانا يتيم ما عندي لا اب لا ام. الله يحفظك، قلبك كبير وكتبغي لي الخير وكتبغي الدراري كاملين الخير. ضروري من تبات، بديت كنتبت فيه شويه. مهم قصينا مزيان، شرب هو العصير ديالو كامل، حيت ديك اللحظه كان كيشوف فيا نظرات شهوانيه، يعني كان محمر فيا وبحال كان كيتسنى غير الفرصه المناسبه.
ملي كملنا الماكلة حطينا الكتوبة. نص ساعة خونا بدا كيتقال وهدرتو بدات كتقال. ديك اللحظة بديت كنقول لي أستاذ أنا عرفتك أنت اللي اغتصبتي أمين، وكتر من هادشي أنت اللي تسببتي في الوفاة ديالو. راكي شوف فيهم صدوم، باغي ينوض وباغي يدوي وباغي يدير شي ردة الفعل، ولكن ما لاقي جهد والو. من بعد ما طاح كاو فوق الطابلة حيت لي حويجو كاملين، ديتو للدوش. بطبيعة الحال درت الليقة ديالي، خليت الباب ديال الدوش مبسم، طلقت البوطة، سديت الشراجم كاملين. السوارت كانوا لاصقين في الباب، شعلت واحد السداري بالعافية وخرجت وانا نسد الباب. الفانيد اللي خداك ما غيفيق كاع، حتى مول الأمانة يدي أمانته. ودابا بلا حشمة بلا حياة واقف مع صحابي وكنتسناو في الأستاذ من اللغة الفرنسية. اللحظة اللي كلشي فرحان وقالوا أخيرا غنمشيو بحالاتنا حيت الأستاذ ما غادي يجي، قالك أسيدي غادي نفرقوكم على أقسام أخرى. مشينا عند واحد الأستاذة هي كتقري اللغة الفرنسية، دخلنا جلسنا. اللحظة اللي قالت لنا جبدوا المقرر ديالكم هنا تصدمت، وهنا عرفت راسي نسيتو عند دار الأستاذ. جاتني الخلعة وبديت كنفكر غير في الحوايج الخايبين. ملي سالت الحصة قلت للدراري يلا مشيو نشوفوا الأستاذ لا تكون وقعت لي شي حاجة. ملي مشينا لقينا جوج قلة ديال عباد الله مهنا ليا البال، حتى سمعت بلي الأستاذ راه مات محروق. وخا هكاك بقيت خايف لي يلقاوه كتوبة ديالي ويعرفوا من السمية ديالي بلي أنا آخر واحد كان عند الأستاذ. مشيت للدار وأنا مخلوع، ما بان ليا غير أنطونيو. دويت معاه وعاودت لي كلشي اللي وقع، وبلي ارتكبت جريمة، وبلي أنا خايف دابا لا لي شدوني. أنطونيو قال لي من نهار الأول عرفتك كتشبه ليا، حتى أنا هكا كانت أول جريمة ليا، قتلت واحد حيت تعدى على واحد بنت صغيرة، ومن بعد وليت كنقتل بكل برود الدم. واحد اللحظة قلت مع راسي مادام أنا قاتل اللهم نقتل وناخد فلوس. قال لي عندك حل واحد، هو أنك تجي هنايا، تجي لإسبانيا، ولكن بشرط غتولي خدام مع واحد المنظمة، هما اللي غادي يتكلفوا بيك من الصغر، وما غادي تبدا دير العمليات حتى توصل لعشرين عام. بديت كنترعد وكنبكي وكنقول له واشنو درت. قتلت واحد الانسان ما عنديش حق انني نقتله، ما عنديش حق انني نعاقبه، كاين القانون وكاين الله فوق من كل شيء. دارت بيا الدنيا وما لقيتش حل من غير الهضره اللي قال لي انطونيو. قلت لي صافي انا موافق، شنو ندير دابا؟ قال لي جمع حوايجك دابا وسير طلع لطنجه. بدل نمر التليفون وعطيها ليا وديزاكتيفي الفيسبوك وديزاكتيفي اي حاجه كنتي كدوي فيها مع صحابك. بديت كنجمع في حوايجي وكنبكي، جمعت دوك فلوس اللي كانوا كيجيبوا لي الناس كيعاونوني بهم، جمعتهم درتهم في جيبي. خشيت راسي في الدوامه ما عارفاش باش غتسالي. قلت مع راسي اللهم نكون مع منظمه ولا نكون في الحبس هنايا. جمعت حوايجي وخرجت، مشيت نيشان بدلت النمر ديالي، دويت مع انطونيو وبقى كيتواصل معايا في واتساب. شديت الكار ديريكت لطنجه، مشيت واحد لوطيل ودوزت فيه تقريبا سيمانه. وانطونيو كيعطيني بزاف ديال التعليمات، ودابا راه حدد معايا الوقت اللي غادي نكون فيه في البحر، وغادي يجي زودياك اللي غيديني. وهذه الليله الاخرى ديالي في طنجه. دخلت الفيسبوك وبقيت كنقلب على عشراني، ولقيت بلي التصاور ديالي ضايعين في فيسبوك، وكلشي كيدوي عليا بلي قتلت الاستاذ. وحتى الهروب ديالي المفاجئ اكد ليهم بلي انا اللي قتلت الاستاذ. ديك الساعه ما بقى عندي فين نرجع، وبقيت كنتسنى غير امتى يجي الصباح، حيت دابا وجهي ولا مألوف، نقدر في اي لحظه الناس يعرفوني، وديك الساعه غادي يعيطوا لي على البوليس. وصلت الربعة ديال الصباح، لقاتني في البحر في البلاصه اللي دار معايا انطونيو. بقيت واقف وكنشير بالبيل ديال التليفون تقريبا شي نص ساعه. هذه كانت هي الخطه اللي قال لي انطونيو باش الناس يعرفوني انا هو فلان. من بعد 5 ديال الدقائق وقف الزودياك، غير شفتو انايا بلا ما نشعر مشيت كنجري وما عارفش بلي غادي نلوح راسي في الهاويه، غادي نبيع راسي رخيص لواحد المنظمه اللي غادي تصنع مني وحش وتبقى تحكم فيا وقت ما بغات. البطو غادي وندمت على حاجه وحده، هي نهار دخلت للديب ويب. نهار دخلت لي وانا ماشي بشر، ماشي انسان عادي. داتني عيني ونعاس. من بعد وصلنا وكانت الظلمه مازال طايحه، تم شادين وغادي نبيع بحال خايفين نهرب ليهم ولا شي حاجه.
من بعد ركبنا في هاد الطوموبيل وبقينا غاديين تقريبا شي 3 ديال السوايع. النهار بدا كيطلع والطوموبيل مازال غادا وسط الجبال، حتى وصلنا لواحد الكوان داير بحال شي فيرما كبيره بزاف ودار بها الكرياج. غير نزلت ويبان لي تقريبا شي 30 دري قدي، كلشي كيشوف فيه بحال كيقولوا لي مرحبا بك في الجحيم. بقيت غادي مع خوتنا في الله وكنشوف الدراري، ومره مره كيدفعوني بحال كيقولوا لي شوف قدامك. واحد اللحظه داز من حدايا واحد الدري صغير وباين مغربي، قال لي الله الخاوه جاك دير هنايا. غير قال لي الماء في ركابي وعرفت بلي القضيه غتكون حامضه، ولكن ملي كنتفكر بلي اصلا انا قاتل وكون بقيت في المغرب كون داوني الحبس كنقول اللهم هنايا ولا لهيه. ولكن من بعد سيمانه غادي نولي نقول اللهم الحبس ولا هنا. داوني لواحد البيرو وبقينا كندوب بزاف تمايا. كان واحد المغربي هو اللي كيترجم لينا الهضره وكان كيبان قاصح بزاف لدرجه انه ما كيضحكش نهائيا. عرفت بلي هاد المنظمه رجعت منه الوحش اللي بغاو. خداو مني كاع المعلومات وعطاوني واحد اللبسه وعطاوني صباط وقالوا لي هنايا غنسال الماكله الزوينه هنايا على حساب المجهود ديالك على حساب الماكله اللي غادي تاكل. بقيت كنستغرب وكنقول لا كيفاش على حساب المجهود ديالك. ملي سولتهم هما يصدموني، قال لي هذاك خونا نتوما هنا كاينين 40 واحد كنطرقوا لكم قنيه، اللي شدها كياكلها واللي ما شدهاش ما كياكل والو كيبقى بالجوع، واللي ما قدرش يقاوم ومات كلوحوه نسوري ياكلوه. هذا هو القانون وهادشي راه على كلشي. غير هو خاصك تعرف واحد الحاجه، ماشي ديما كتكون قنيه، مره طوبه مره معزه اللي كان. هما كيعاودوا ليا وكيسحاب ليهم بلي غادي نتبوع، ما فراسهمش بلي ديب ويب خلاني نكون واحد اخر. انا شفت بنادم كيتقرد قال يا قنيات الطوبات، ولكن عاوتاني 40 واحد على قنيه هربانه ماشي لوجيك هذا. يلا جبت التليفون باش ندوي مع انطونيو نقول ليها الله يرحم الوالدين هذه المنظمه مسيفطني لها، خطفوا لي التليفون من يديه هما يضربوه مع الارض هرسوه ليا. هزيت على السيلو كان في البيرو وانا ضربوا لي في عنقو. خونا بدا كيتركل وطاح الارض والدمايات كتخرج ليه. شدوني دوك صحابو اللي معاه عطاوني قتله ديال العصا خرجوني الساحه وداو كيبوطوا فيا. واحد اللحظه واحد الراجل كبير بدا كيغوت وبحال كيقول لهم حبسوا حبسوا بركه، غير سمعوه ما يحبسوا. نوضني من الارض وتم غادي بيا. من بعد ما غسلت وجهي ويقول لي بي نيتشو، ومن الحركه ديال يدي عرفتو بلي قال لي